لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف عربيا واقليميا ودوليا، سعت مصر منذ عام 1948 وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية لتكثيف مستوى التنسيق ازاء المستجدات والتحديات، ومع العمل على استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1990 و67 ومواجهة التحديات الماسلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات بهدف التوصل الى حل عادل وشامل للقضيه الفلسطينيه وبلوره التصورات الكفيله بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي والعمل مع الشركاء لاحياء عمليه السلام وفقا للمرجعيات الدوليه المعتمده وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه تزايد الاهتمام المصري بالقضيه الفلسطينيه باعتبارها القضيه المركزيه بالنسبه لمصر فبذلت القاهره العديد من الجهود لوقف اطلاق النار لتجنب المزيد من العنف ولحقن دماء المدنيين الابرياء من ابناء الشعب الفلسطيني. الدور المصري القوي ظهر جليا امام العالم بعد نجاحها في وقف اطلاق النار بين الفلسطينيين في قطاع غزه واسرائيل في عام 2021، فمنذ الرصاصه الاولى في هذا التصعيد لم تتوانى مصر لحظه في دعم الشعب الفلسطيني وانقاذ القطاع من الدمار، فكان قرار وقف اطلاق النار بجهود دبلوماسيه مصريه مكثفه على كافة الأصعدة قبل إعلان مصر عن مبادرة لإعادة إعمار غزة ب500 مليون دولار بمشاركة من الشركات المصرية وعلى صعيد الموقف من مدينة القدس المحتلة تجدد مصر دوما التأكيد على موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع أسر سلبا على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي المواجهة الراهنة لم تقف مصر مكتوفة الأيدي حيث تبحث حاليا مع المجتمع الدولي من خلال الاتصالات المكثفة سبل وقف التصعيد الجاري في قطاع غزة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعلى الفور وجه الرئيس السيسي بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الجانبين وذلك خلال متابعة الرئيس السيسي الموقف العام للاحداث من خلال مركز اداره الازمات الاستراتيجيه وذلك في ضوء تطورات الاوضاع في قطاع غزه